هسيب الترابيزه وامشي دقيقتين بس. السادة ضيوف هذا الحفل، مرحبا بكم في اتحاد الكرة. نجتمع اليوم بحضور رموز الكرة المصرية وعلى رأسها الكابتن سمير زاهر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين من الاتحاد مدير إدارات ولجان. نتقدم بالتهنئة للكابتن حسن شحاتة بعد ما كنت بتنصفنا في واحنا مشجعين نادي الزمالك في سننا الصغير على المستوى كمان الشخصي والمهني، كان ليه سبب كبير جدا في ان انا دخلت الوسط الرياضي وبقيت في يوم من الايام وزير شباب ورياضه. اعتقد ان بطوله كاس الامم الافريقيه 2006 كان احد هذه الاسباب. سعدت جدا كمان ان يكون اختيار كابتن حسن شحاته ان هو احسن شخصيه رياضيه في الامم الافريقيه على طريق اتحاد الفيفا في وجودي وانا وزير شباب ورياضه، دي كانت حاجه تسعدني. بقول لكابتن حسن شحاته انت تاريخ كبير جدا في كره القدم المصريه، ان شاء الله لسه قدامك نجاحات كبيره جدا، ان شاء الله الناس اللي ساعدتك اللي كانت مع الجهاز الفني بتاعك تتفوق وتقدر تحقق النتيجه. احنا بنسعد في مصر ان يكون عندنا اي شخصيه عالميه، فبقول لك كابتن حسن شحاته شرفتنا وانت لاعب وانت مدير فني وانت حتى في صراحه المحل. اشكركم جدا على كده. طبعا السادة الحضور، حضرتك السيد الاستاذ الاحمد الرحيم، السادة الحضور، طبعا لما يكون في حفل تكريم باسم الكابتن حسن شحاته فهذا اليوم انا بعتبره ده وسام للرياضه المصريه، وسام للكره المصريه. الانجاز اللي حصل في تاريخ الكره المصريه لم يحدث في تاريخ مصر ولم يحدث في تاريخ اي قاره ثانيه. انجاز ثلاث بطولات اللي تم تحقيقهم باسم المعلم حسن شحاته او كابتن حسن شحاته، اللي كنا كلنا بنعتبره اب، بنعتبره كل شيء بالنسبه للمنتخب. وكان في وجود الكابتن سمير زاهر طبعا اللي ما نقدرش اي حد يقول على هذه البطولات الا ما يذكر اسم الكابتن سمير زاهر كرئيس الاتحاد المصري لكره القدم. والفتره كلها اللي عصرت انجازات الكره المصريه، عصرت البطولات، عصرت الانجازات، عصرت كل شيء جميل للكره المصريه. الشعب المصري قاعد سنين كبيره سعيد، فرحان، مبسوط بالانجازات اللي تمت، مبسوط بالبطولات اللي تمت، مبسوط بالانجازات اللي كانت فيها الكره المصريه على مستوى المنتخب او على مستوى الانديه. يعني خلال هذه المرحلة كنت تشوف الأندية المصرية، تشوف المنتخب المصري، كنت تحس إن في أسرة كبيرة بتعمل كلها في قالب واحد، كلنا كنا بنسعى إن يحصل إنجازات وصلت مصر للمركز التاسع عالمياً، كابتن حسن المدرب رقم 14 على العالم، وده طبعاً إنجاز تاسع على العالم، رقم 14 على العالم، ده إنجاز كبير جداً جداً جداً، صعب إنه يتحقق. صعب يتحقق في مسيرة طويلة للبطولات. من دواعي سرور اتحاد الكرة أن يكرم اسم المعلم حسن شحاتة، ولو إنها متأخرة كتير بعد 4 سنين، ولكن كل حاجة بوقتها. كابتن حسن شحاتة كان ليا الشرف إني أزامله في الملاعب المصرية من اللاعبين العظماء ومن اللاعبين القلائل اللي حفروا اسمهم في الكرة المصرية، وهو كمدرب من أعظم المدربين الذين دربوا المنتخب القومي.
سعيد. أنا سعيد إن أنا وسط هذه الكوكبة الرياضية وعلى رأسها السيد الوزير المحترم وزير الشباب والرياضة السيد رئيس اتحاد الكورة أعضاء أنا عايز أقول إنه كابتن حسن شحاتة تكريم طاهر. وأعتقد لولا إنه الفيفا كانت من أحسن شخصية رياضية إحنا بعد ما خد البطولة الثالثة أعتقد إن إحنا نستاهل. وده شيء طبعاً محزن إن إحنا ما بنفتكرش نجوم الرياضة أو السياسة أو الأدب أو الفن في بلدنا إلا بعد ما العالم بره بيهتم بيه. يعني احنا ما اهتمناش باحمد زويل الا ما خدنا فحسن شحاته ظلم في نادي الزمالك لكن النادي اللي هو اتربى فيه وانا فاكر انه لما رجع تاني سيد الوزير قال من الكويت ولعب مجانا في ظل ازمه نادي الزمالك كان محتاج ورجع ولعب الزمالك لم ينصف حسن شحاته حتى اليوم واقل شيء يكون الحسن شحاته ملعب او صاله داخل نادي الزمالك باسمه لكن انا بشكر الجميع على التكريم ده وبشكر كل من كان موجودا خلال المرحله من 2005 حتى 2011 مش عاوز اقول الكابتن سمير زاهر للانجازات اللي حصلت في عهده وان شاء الله ربنا يا رب يديله الصحه وطول العمر بشكر طبعا اعضاء مجلس الاداره الاستاذ مرتضى منصور والكابتن احمد سليمان الزمالك الحاج محمد ابو خالد كابتن هادي خشبه من النادي الاهلي يعني بشكر الحضور كلهم على التكريم ده لكن عاوز اقول ان الانجازات اللي حصل دي او اللي تم خلال 6 سنوات او 7 سنوات دي انجازات يمكن هي يقال ان حسن شحاته السبب فيها لكن انا بعتبر السبب فيها المجموعه او المنظومه اللي احنا كنا بنشتغل فيها بدايه من الاعلام مرورا بمجلس الاداره مرورا بالقياده السياسيه اللي كانت موجوده في الوقت ده واللي هي كانت بتدعم منتخب مصر بشكل كبير بجانب طبعا الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه اللي كانت موجوده فهو اللقب المفروض لازم ينسب للمنظومه كلها وبشكر الكابتن سمير طبعا ان هو تعبان ان هو صمم ان هو يكون موجود النهارده لكن انا مش هقدر انسى برضه 2 من رؤساء الاتحاد اللي كانوا موجودين اللي انا اشتغلت